رجعنا لحضراتكم مره تانية ولسه مكملين حلقتنا، ودلوقتي هينضم لنا من خلال زوم البوكتوبر استاذ كريم النجار، واللي هيكلمنا عن اهم الكتب اللي كان عليها اقبال من الشباب في 2023. اهلا بيك استاذ كريم. اهلا وسهلا استاذه رانيا، ازي حضرتك؟ الحمد لله كويسه، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحة وسلام. أستاذ كريم، عايزة أعرف من حضرتك من وجهة نظرك بقى ومن خلال التواصل الكبير اللي بيكون ما بينك وما بين الشباب، واللي طبعا حضرتك منهم وبتمثلهم كمان، إيه أكتر أنواع الكتب اللي كان عليها إقبال في 2023 من الشباب طبعا؟ هو السنة دي الموضوع كان مختلف شوية بسبب اختلاف نوعية الأعمال واختلاف نوعية الأدب أو المواضيع اللي كان بيتكلم فيها الأدب اللي صدرت السنة دي. فالنوعية السنة دي كانت مختلفة جدا وكانت متنوعة جدا، فما كانش فيه لون محدد من الأدب أو نوع محدد من الأدب نقدر نقول إن كان عليه إقبال بشكل مخصوص دونا عن نوع آخر، ولكن كان فيه الحقيقة انتباه متساوي لجميع الأشكال وجميع الأنواع الأدبية اللي كانت موجودة. تحديدا ايه اكتر انواع الادب طيب اللي كان عليها اقبال، وايه السبب من وجهة نظرك؟ ممكن شوية اقدر اقول ان اغلب الاعمال اللي طغت نوعا ما ولقت استحسان كبير السنة دي من القراء كانت اعمال ليها خلفية تاريخية شوية. ممكن بسبب ان الكتاب اللي كتبوا الاعمال دي كانوا القوة الكافية والقوة الرائعة ان هم يقدروا ان هم يعبروا عن جمال الخلفية التاريخية داخل حدث روائي او داخل سرد روائي معبر جدا وفيكشنال زي ما بنقول، او مختلط بشكل جميل يلاقي استحسان القارئ، ودي كانت حاجة بصراحة كانت جميلة جدا يعني. جميل. هل الكتاب الورقي كان ليه حضور ملحوظ في 2023، ولا من وجهة نظرك الكتاب الإلكتروني أو الكتاب الصوتي كان ليهم حضور أقوى من الكتاب الورقي؟ والله هو الكتاب الورقي يعني أنا أتمنى من الله أنه لا يندثر، هو لن يندثر إن شاء الله يعني، لأن إحنا كقراء بنحب نمسك الكتاب الورقي في إيدينا، ولكن في نفس التوقيت ده ما يمنعش ان حضور الكتب الإلكترونية او صدور الكتب بصيغة إلكترونية او بصيغة صوتية سهلت على القراء كتير جدا عملية الوصول للكتاب. أي. بمعنى ان ممكن حد يكون مسافر او بره في الشغل او ما يقدرش انه يتحرك بالكتاب معاه على طول طبعا. فيقدر ان هو يفتح النسخة الإلكترونية او النسخة الصوتية من الكتاب يسمعها وهو رايح الشغل وهو راجع، او يقراها وهو في مواصلات او هو قاعد مثلا مستني حاجة تحصل قاعد في ويتنج اريا في اي مكان. أي. فيقدر يطلع الكتاب ويقراه. ده غير كمان ان صدور الكتب بشكل الكتروني على المنصات او على الابلكيشنز اللي بقت متخصصه في الموضوع ده سهلت بكتير قوي ان ممكن واحد يكون قاعد في منطقه نائيه ومفيش جنبه مكتبات وحابب انه يقرا كتاب طبعا. فيقدر بمنتهى السهوله انه يدخل على الابلكيشن ويوصل للكتاب بصيغه الكترونيه مشروعه طبعا، ويقدر ان هو يقرا الكتاب كاملا ويستمتع بيه. فهو فتح مجالات كبيره ووسع الدايره بتاعت القراء بشكل افقي. جميل، بس نتمنى من الله انه ما يلغيش الكتاب الورقي. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله لا. أكيد. ما نقدرش نستغنى عن الكتاب الورقي اكيد طبعا. طيب، عاوزين نعرف من حضرتك اهم 5 اصدارات الكترونيه كان عليهم اقبال من الشباب في 2023. طيب لو اتكلمنا عن الاعمال اللي صدرت الكترونيا فهنا ممكن نتكلم عن نقطتين، ان في بعض الاعمال بتصدر الكترونيا فقط، وفي بعض الاعمال بتصدر الكترونيا قبل ما بتصدر ورقيا، وفي اعمال عاديه جدا نزلت ورقي ونزلت الكتروني في نفس الوقت. فلو هتكلم مثلا عن الاعمال اللي صدرت الكترونيا فقط او بتصدر الكترونيا قبل ما تصدر ورقي، فعندنا مثلا سلسله لاشين للكاتبه شيرين هنائي، ودي سلسله نوفلات صغيره باعداد حاجه كده شبه ما وراء الطبيعه ولكن منفصله عنها تماما، لكن منبثقه من نفس العالم. دي بتصدر الكترونيا وبتصدر كمان على المنصات قبل ما تنزل ورقي. في كمان نقدر نقول في كتاب من الكتب اللي كانت صدرت ورقيا وكمان موجوده الكترونيا ومرشحه الجائزه دلوقتي، الجائزه العربيه للبوكر لعام 2024، روايه مقامره على شرف الليدي ميتسي من دار داون، هي حتى معايا النسخه الورقيه بتاعتها. جميل. دي برضو موجوده. في كمان نقدر نقول قارئ الجثث، دي كتاب مترجم لسيدني سميث، قارئ الجثث سيدني سميث، ده من ترجمة الكاتب مصطفى عبيده من إصدار الدولة المصرية اللبنانية، ده برضه متاح إلكتروني ومتاح ورقي. ماشي. وطبعا الأعمال بتاعة أستاذ أشرف العشماوي، المستشار أشرف العشماوي، وأستاذ هشام الخشن، سرعة قصوى صفر، وكمان نعومي وأخواتها. الأعمال كتيرة جدا يعني، احنا لو حبينا إن احنا نتكلم لا هنعدي 5 أعمال بكتير، هنضرب الرقم ده في 10 مثلا.
طيب حضرتك استاذ كريم بقى كقارئ، يعني مش بس كقارئ انما كمان كصانع محتوى، ايه اهم قراءاتك في 2023؟ طيب هو انا معايا بعض الاعمال، هي ما بين الاعمال الروائيه وما بين الاعمال المترجمه. خليني ابدا بالمترجمات بما ان هي تعتبر يعني هم ماشي. عملين تحديدا، وهم اوكي. لعبه اندر من ترجمه الكاتب محمد عصمت، ومن اصدار دار يتخيلون. العمل ده تم تحويله الفيلم، تم تحويله الفيلم وبعد كده تم ترجمه العمل الاصلي للروايه، وكانت الحقيقه كانت ترجمه جيده جدا 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 جدا، جوده الترجمه فيها كانت رائعه. يعني ما اعرفش هل الوقت يسمح ان انا ادي نبذه عن العمل ولا لا، لكن هو بيدور في عالم بعيد جدا الانسان قدر ان هو يتطور فيه ويصل ان هو يغزو الفضاء، وفي نفس التوقيت كان في حدث على الارض بيخلي نسبه المواليد تكون قليله، وفي مولود واحد بيكون او بيلاقي نفسه ان مصير البشريه كلها معتمد عليه. فحقيقه تمام. العمل ده كان حلو جدا وكان جيد جدا جدا جدا، والترجمه بتاعته كانت هايله. اوكي. وكمان في قارئ الجثث سيدني سميث، ترجمة مصطفى عبيد من إصدار الدار المصرية اللبنانية، بتتكلم عن طبيب تشريح كان موجود في مصر القديمة تقريبا في أيام مصر الملكية. اوكي. وشخصية سيدني سميث دي هي الشخصية اللي بعد كده تم اقتباس منها شخصية شارلوك هولمز، فده الشخصية الأساسية اللي اقتبسوا منها شخصية شارلوك هولمز. اوكي. فالشخص ده كان عايش في مصر الملكية، وكان هو طبيب التشريح اللي كان موجود في مصر وقتها. فبيحكي لنا بعض الوقائع وبيتكلم عن بعض الجرائم اللي كانت موجودة، وطريقة سيدني سميث في عملية التشريح واكتشاف الجرائم عن طريق الجثث اللي كانت موجودة. ده جميل. بالنسبة للأعمال اللي كانت مترجمة. اوكي. ايه بالنسبة اتفضل. للأعمال الروائية المصرية، فمعانا ايوه. مثلا زي ما قلت لحضرتك مقامرة على شرف الليدي ميتسي من كتابة الكاتب أحمد المرسي ومن إصدار دردون. الرواية دي دلوقتي مرشحة وفي القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية لعام 2024. حلو قوي. فهي رواية الحقيقي رائعة، وبتتكلم في عشرينات القرن الماضي، وقدر فيها أحمد المرسي إنه يعني يسرد الفترة الزمنية دي والحقبة التاريخية دي بشكل رائع جدا 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 وممتاز. حتى الألفاظ اللي كان بيستخدمها وأسامي الحاجات بنقدر نشوف اختلافها ما بين الطبقات المختلفة، لأن في بدو موجودين في الرواية، في أستراليين موجودين في العمل، في إنجليز موجودين في العمل، في اختلاف طبقات حتى في المجتمع المصري. فأنت بتشوف بقى الاختلاف والأصوات بتاعت كل شخصية كانت موجودة إزاي، وعلاقة كل ده بسبق الخيل اللي كان موجود والرهانات اللي كانت بتتعمل. فالحقيقة رواية رائعة 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 حقيقة، تستحق إنها تكون مرشحة لجائزة كبيرة زي البوكر. جميل. من وجهة نظرك ايه اكتر فئة كانت الاكثر اقبالا على شراء الكتب؟ الشباب الشباب الشباب. الشباب القراء اللي بيقرأوا دلوقتي العدد بتاعهم في تزايد ملحوظ، وده جميل. يرجع على فكرة للكتب الصوتية وللكتب الإلكترونية اللي ساعدت القراء من هم مما كانوا بيحاولوا يتعرفوا على نوعيات الكتب اللي موجودة بشكل أبسط وأسهل بكتير. الحقيقه فدي انه حاجة الحقيقه استاذ كريم انه الشباب ابهرونا السنه دي في مصر بحاجات كتيره جدا، ويمكن من اكتر الحاجات اللي لفتت انتباهنا كانت مثلا اقبالهم على معرض الكتاب، واللي كان السنه دي كان في تزايد غير مسبوق في حضور الشباب في معرض الكتاب، وغيرها 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 طبعا من الانجازات اللي بيحققها الشباب المصري. وبجد بننبهر بتواجدهم وبحضورهم وباشتراكهم في كل واهم الاحداث اللي بتحصل في مصر. ده حقيقي، ده حقيقي فعلا، وده كمان باين من اقبال جزء كبير جدا من الشباب اللي كان قارئ السنين اللي فاتت على انه يحاول يعني انه يخطو اولى خطواته في الكتابه، وده دليل كبير جدا على اقبال الشباب وحبهم للاتجاه الجميل والاتجاه الثقافي الرائع ده. جميل. أنا بشكرك أستاذ كريم النجار على وجودك معانا النهاردة عن طريق زوم، نورتنا عن طريق زوم، وإن شاء الله المرة اللي جاية بقى تنورنا في الاستوديو ان شاء الله إن باذن شاء الله. الله. كل شكرا سنة جدا وأنت لحضرتك استاذ طيب. رامي.